يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. وفي الفقره دي منورنا رئيس اتحاد لعبه البادل المصري تحت التاسيس، يعني جدير بالذكر. اللعبه ابتدت في المكسيك في الستينيات، ثم تاسس الاتحاد الدولي سنه 91، وحاليا احنا عندنا اتحاد مصري تحت التاسيس وليه مشاركات قاريه ودوليه اكيد هنتكلم عنها وبالتفصيل مع كابتن احمد الغتواري رئيس اتحاد البادل المصري وهذا الاتحاد تحت التاسيس. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكم. صباح الخير يا كابتن. كابتن ومهندس ودكتور ولا لسه دكتور؟ لا في الطريق. في الطريق ان شاء الله بنحضر الرساله باذن الله. طب نعرف الاول عنك كابتن احمد وبعد كده نخش بقى في البادل وتاريخها وغيره. خلينا نعرف عن حضرتك الاول. طيب انا طبعا بشكركم على الاستضافه الجميله دي، سعيد جدا بوجودي النهارده معاكم. انا احمد غتواري، انا مهندس في الاساس يعني، ولكن بعد الهندسه خلصت ماجستير في اداره الاعمال وفي نفس الوقت برضه في الابلايد ساينس، وحاليا بحضر رساله الدكتوراه، وحاليا يمكن رئيس اتحاد بادل تحت التاسيس. دي الحته بقى التطوعيه اللي احنا بنعملها حبا في الرياضه اللي احنا يعني الموضوع ليه علاقه بعمل تطوعي اصلا. الموضوع كله تطوعي. احنا الرياضه دي انا ليا جزء ان انا نشات في اسبانيا، فهي الرياضه دي منتشره جدا في اسبانيا. فاحنا عندنا يعني الواحد عنده باشن كبيره جدا للرياضه، احنا برضو عيله رياضيه، فبس فيعني بنحاول ان احنا نساعد الرياضه دي في مصر ان شاء الله. جميل. هو الشيء الملفت للنظر فكره ان الاتحاد اتحاد هذه الرياضه بصفه خاصه ما زال تحت التاسيس، ومع هذا ليكم مشاركات دوليه وقاريه، فهل ده ينفع اساسا؟ يعني ده حصل ازاي؟ لا هو احنا بالنسبه لنا كده ولا كده، ان هو طبعا حته ان هو الاتحاد تحت التاسيس، نظرا الى ان هو تاسيس اي اتحاد بيبقى ليه متطلبات كتيره جدا في اي مكان، يعني متطلبات عدد انديه، ومتطلبات عدد لاعبين، وان يكون عندنا موافقه الاتحاد الدولي وقصص كتيره يعني. ولكن احنا دايما بنسعى ان العالم كله بيجري، واحنا شايفين ان الرياضه بتكبر بصوره كبيره جدا، وحلم اي شاب ان هو يكون يرفع علم بلده، وان هو بمشاركات، وان هو يكون ليه دور كبير يعني على مستوى العالم في الرياضه دي. فاحنا الحمد لله اشتغلنا كفريق اتحاد تحت التاسيس او اتحاد تحت التاسيس، ووصلنا النتائج. يمكن في اتحادات بتقعد زمن كبير ان هي توصل له، ولكن احنا الحمد لله في وقت قصير جدا انجزنا حاجات كتيره الحمد لله. طب نتكلم بقى عن البادل تحديدا، وهي اصلها مفروض في المكسيك. تمام. طيب الفكره برضو في المكسيك لو تطلع، لو عندك يعني ليه لا. اصلا او ازاي ابتكروها وبعدين لغايه لما وصلت بقى عندنا، وايه اكتر الدول كمان اللي عندها يعني طفره في هذه الرياضه تحديدا من ابطال وغيره؟ هي اللعبه بكل بساطه بدات عن طريق واحد اسمه ارجنتيني اسمه انريكو كوركويرا. ده كان رجل اعمال ارجنتيني، كان عنده بيت في ملعب رياضه اسمها الفرونتون، هي رياضه لا تمارس في مصر هنا ولكن مشهوره في المكسيك وفي دول الباسك. وكانت في حته اسمها اكابولكو، ودي مليانه جبال والقصص دي كلها. فهم كانوا بيعانوا دايما مع صحابه لما بيقولوا ان الكوره بتروح بعيد، نضرب الكوره بتروح بقى عند الجار بتقع. فمع الوقت ابتكروا حل ان هم يحطوا حيطه عشان الكوره، مجرد كان كل هدف الحيطه ان الكوره ما تبعدش. ولكن بطريقه ظريفه وطريفه، لان هم اصحابه وهم بيلعبوا بيرجعوا له الكوره بعد ما تيجي في الحيطه. فمن هنا بدات رياضه البادل، اللي هي دي الفكره البسيطه بتاعت الكوره. طبعا تطورت على مدار الزمان يعني، انتشرت بعد كده البرنس الفونسو اخذها لاسبانيا، ماربيه. طبعا ماربيه من الاماكن السياحيه جميله اللي هي جدا طبعاً. وواجهه سياحيه على مستوى العالم. فرجال الاعمال الارجنتينيين اخذوا اللعبه الى الارجنتين، ومن هنا تاسس الاتحاد الدولي للبادل سنه 1991. طيب احنا برضو عايزين نعرف حضرتك يعني تفاصيل الرياضه نفسها، اللعبه نفسها عباره عن ايه، ملعبها بيكون ايه؟ شبه التنس والرولز حاجه تسع يعني. هو الملعب 20 في 10، الفكره كلها ان هو في شبكه في النص برضو. الملعب يحاط باربع جوانب حيط وفي جزء منه سلك. السكورينج سيستم او احتساب النقاط بتاعه شبيه جدا بالتنس، او يمكن يكون مماثل للتنس بالظبط، اللي هو 15 لا شيء 30 لا شيء بالظبط كده، و30 لاف لحد الجيم وبعد كده الست. الفكره الوحيده ان انت من حقك تلعب الكوره طول ما الكوره هتخبط في الارض الاول، فالكوره تعتبر ان اهم حاجه ان انت ما تلعبش الكوره وتخبط في الازاز او في السلك قبل الارض. حاجه برضو ظريفه جدا ان انت لو عملت سماش مثلا والكوره طلعت بره، من حق اللعيب ان هو يطلع يجيب الكوره من بره طول ما الكوره ما نطتش مرتين على الارض. فهي لعبه فيري انترتيننج او لعبه مسليه جدا، ويمكن عشان كده هي واخده اسباق او يعني عليها اقبال جامد، لان انت ممكن تمارسها باي سن. في ناس كتير عمرها ما لعبت رياضه مضرب ومع ذلك بيستمتعوا بيها.
بس احنا ممكن يعني let's say لو واحد مثلا السكواش اللي بيلعب سكواش ما عرفش يلعب تنس، طب اللي بيلعب تنس يعرف يلعب بادل او سكواش يعرف يلعب بادل، يعني في حد ما بيعرفش يلعب بادل من الروز؟ عايز اقول لك ان هي دي من ضمن حلاوه الرياضه. ان انا اشوف يعني انا يمكن شفت ناس عمرهم في حياتهم ما مسكوا مضرب والنهارده بيلعبوا بادل وبيلعبوا كويس، بيروحوا وبيمارسوا. هي رياضه، هي دي اللي هي جاذبه الناس كتير جدا، بسبب ان هو انت يعني مثلا التنس انت محتاج يعني ليفل معين تكنيكلي او مستوى فني معين عشان خاطر تبدا تستمتع باللعب. معظم رياضات المضرب فيها فنيات عاليه، طبعا اللعبه فيها فنيات عاليه، بس انا بتكلم عشان تستمتع بيها على المستوى الترفيهي فهو موضوع سهل. هو مضربها اقرب لانهي اكتر، السكواش ولا التنس؟ لا بصي، الكوره بتاعتها، بص هو بعيده جدا عن السكواش يعني. أوكي. هو حتى الكوره بتاعتها شبه كره التنس. اوكي. المضرب بتاعها، المضرب يعني بدا زمان خالص كان خشب، دلوقتي بقى فايبر، مضرب يعني ما فيهوش فتل زي التنس. اوكي. ولكن برضه هو اقرب للتنس، فهو اللعبه لو احنا هنشبهها لحاجه اكتر فهي اقرب بكتير للتنس من اي رياضه اخرى. أوكي. ليه الرياضة دي لقت إقبال شديد يعني من وجهة نظر حضرتك مؤخرا؟ يعني أنا أصحابي كلهم تقريبا رايحين نلعب بادل، رايحين نلعب بادل، أنا ما روحتش قبل كده، بس أصحابي كتير جدا بيروحوا، ناس كتير جدا، وعلى الفيسبوك بنشوف. فإشمعنا مؤخرا بقى في حب للرياضة دي تحديدا؟ أولا أنت لازم تبدأي تلعبي يعني، هو ده إيه ده ده الشرط الأول عشان أجاوب عليك. لا هو لا، اللعبة أظن أنا زي ما قلت لك هي أسباب مختلفة، من اهمها ومن ضمنها ان هي لعبه سهله الممارسه، ان انا بروح من اول مره ما بنبسطش، مش محتاجه بقى اكون بتمرن بقالي سنين ومش عارف ايه، يعني ممكن زي الراكت كده. الراكت بالظبط كده بالظبط. ولو انت برضو خدتي بالك ان الشعب المصري بطبيعته، يمكن الاسكندراني يعرفوا كده اكتر، ان احنا بنحب على اثنين من اسكندريه والله من احلى المحافظات يعني، والراكت كمان عند الاسكندرانيه ده موضوع ثاني. بالظبط كده، حضرتك هتاخدي بالك ان احنا كشعب احنا بنحب الرياضات اللي فيها مضارب، ان احنا كويسين في التنس طبعا، ممتازين في السكواش، في السكواش، الراكت في اسكندريه، نور الشربيني من عندكم انا عارفه. يعني احنا عندنا يعني ما فيش شط يخلو من الراكت. صحيح. كره السرعه تتلعب في مصر، يمكن في الدول، فاحنا بطبيعتنا شعب بنحب الرياضات اللي فيها مضارب، فما بالك بقى رياضه فيها مضارب وسهله وكمان ممتعه، فطبيعي ان احنا نلاقي اقبال كبير من الشعب المصري يعني. طالما الاتحاد لسه ما زال تحت التاسيس، فانتوا اكيد بالتالي عاملين خطه ما لنشر هذه الرياضة في كل محافظات مصر عشان تكتشفوا بقى الناس المميزة ويشاركوا في منتخب، في حال وجود منتخب للرياضة دي، أو لو هيكون ليه منتخب، ولا هي بتبقى رياضات فردية؟ لا في طبعا منتخبات طبعا. طب يعني ايه خطتكم لنشر الرياضة أكتر في مصر؟ طيب أنا عايز أقول لحضرتك إن هو إحنا يعني قبل ما أخش على حتة الخطة بتاعتنا بدأت من بدري، إن في مصر الرياضة كانت منتشرة بصورة كبيرة جدا بصورة ترفيهية. أوكي. يعني زي ما بنتكلم كده تعالوا نروح نلعب بادل. كان الموضوع سوشيال أكتر ما هو موضوع تنافسي. إحنا كان عندنا رسالة مهمة جدا 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 نرسلها، إن إحنا الرياضة دي فيها جزء ريكريشنال ودي حتة مهمة جدا، ولكن فيها برضو جزء اللي هو جزء تنافسي. وليه؟ عشان احنا مهتمين جدا 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 بقطاع الناشئين، لان هو دوت المستقبل بتاع مصر. لو انت النهارده بالنسبه لنا طبيعي في اي رياضه بنلاقي ان الجاب كل ما بيكبر، كل ما السن بيكبر، كل ما الجاب بيكبر معانا. فلو احنا عايزين يكون لينا، وده هدفنا كاتحاد، ان احنا نلاقي في عدد سنين معينه ان مصر ليها ريبريزنتيشن او مصر ليها قياده على المستوى الدولي وليس فقط العربي والافريقي، احنا محتاجين نهتم جدا بالناشئين. فاحنا كانت اول خطه بالنسبه لنا ان احنا نشارك في مونديال الناشئين بتاع المكسيك اللي هو تم في شهر 9 اللي فات، وده كانت خطوه ايجابيه قويه جدا جدا جدا، لان احنا اول دوله عربيه وافريقيه تشارك في مونديال الشباب. فده رساله قويه جدا للاهالي ان الرياضه دي مش رياضه ترفيهيه. واهميه الرساله دي ان حضرتك لما بتيجي تحط ابنك في اي رياضه بتحطه في رياضه انت عندك امل ان هو يوم من الايام يكون مميز فيها وليه مستقبل. طب. فانت مش هتحطه في رياضه ترفيهيه. هي سو فار لسه يعني ما وصلتش الليفل التنس او السكواش، ولكن احنا ماشيين في طريق يعني. بالظبط كده، هي دي خطتنا كاتحاد. ان احنا النهارده توصلنا لاول مره مع الاتحاد الدولي ان احنا عاملين برنامج ناشئين على مستوى مصر كله ان شاء الله، برعايه الاتحاد الدولي لتطوير الناشئين، اسمه ذا رود 1000 جونيورز او الطريق الى 1000 ناشئ. النهارده بنطور مجموعه من المدربين عشان يبقى عندنا اكاديميات معتمده برضو من الاتحاد الدولي، والحمد لله برضو مصر اول دوله عربيه وافريقيه قدرت تحضر 15 او 20 مدرب من يعني مميزين من او معتمدين من الاتحاد الدولي، وان احنا برضو ننشئ زي سيركت كده دولي داخل مصر والبلاد العربيه لاعطاء فرص للناشئين وللكبار ان هم ينافسوا في بلادنا بدل ما يضطروا يسافروا في
حلو قوي. طب انا عندي سؤال، لان واضح كده ان البادل مش لعبه شعبيه، هي لعبه ايليت شويه، خلينا نبقى صراحه يعني. فانا علشان اقدر اوصل ان اللعبه دي تبقى مصر فيها عامله يعني رانك حلو قوي، لازم ابتدي افتحها شويه او اعممها شويه. يعني لو انا سالت حضرتك مثلا هي بتتلعب فين، اكيد هتبقى في نوادي خاصه، حاجات اكيد مش في مراكز شباب. فازاي لو انا عندي خطه كاتحاد ان انا انشر اللعبه دي واتفوق فيها جدا، ان انا ما افتحهاش تبقى للعام؟ هل ده عشان مكلف، ولا دي خطه موضوعه عن طريق سبونسرز هيساعدوا؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. بصي، هو كل رياضه ليها ديناميكيات مختلفه عن رياضه اخرى. طبعا رياضه البادل في اي حته في العالم بدات في الاليت. ليه؟ لانها رياضه نوعا ما وضع ملاعبها مكلف زي السكواش، ما هو يعني دي طبيعه اللعبه ما فيهاش حاجه يعني. بالظبط، فهي انت هي الرياضه ممارستها مكلفه شويه، ولكن احنا طبعا خطتنا كاتحاد ان اللعبه دي تنتشر في كل مصر، ويعني وما يكونش ليها علاقه سواء هي بالاليت او بالشعب. ولكن عشان نوصل كده احنا محتاجين مجموعه، زي ما بنتكلم كده، مجموعه اجزاء تتكون في السوق المصري او السوق الرياضي المصري عشان نقدر ننشرها في المستوى ده. اول حاجه بتواجهنا النهارده بالنسبه لك هو عدد الملاعب. عدد الملاعب هو اللي بيحدد عدد اللاعبين. فعدد الملاعب النهارده لسه ما وصلناش، يعني في مصر النهارده فيها 120 ملعب. احنا بنتكلم اسبانيا فيها 12000 ملعب. 120 ملعب في مصر كلها؟ في مصر كلها. في مصر كلها. عدد قد ايه في القاهره بس؟ القاهره هتلاقي الاكبر، النصيب الاكبر. اظن هيبقى القاهره فيها اكتر من، يعني القاهره ممكن يكون فيها من 80 ل 90% من الملاعب. بالظبط. فهو شيء طبيعي ان احنا شفناها حصلت في اسبانيا برضو، ان هي في الاول بينتشر على مستوى الاليت، وبعد كده بصوره او باخرى الماركت بيبريك، فبنحس ان هي بتنتشر على جميع. ممكن عارف يا دكتور تعملوا ايه؟ يعملوا اختبارات، يعني مش شرط ان انتوا لو عايزين كوادر وعايزين، فاحنا ممكن نعمل اختبارات للشباب في المحافظات المختلفه وينضموا بعد كده، من غير يعني كخطوه اولى قبل طبعًا. ما تبقى فكره حلوه طبعًا. احنا النهارده بالنسبه لنا يعني الحمد لله وصلنا لمذكرات تفاهم مع اكبر الاتحادات اللي موجوده في العالم، وبناخد خبرتهم ازاي هم نموا قطاع الشباب. وان شاء الله من ضمن الخطط الموضوع ان هم هيبعتوا لنا خبراء من بره، الخبراء دي هتساعد في الكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان احنا نقدر ان احنا هدفنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا نبقى من الدول الرائده على مستوى العالم في الرياضه. فبناء على كده محتاجين، احنا شعب فيه 120 مليون وشعب فيه مواهب كتيره جدا طبعا، فطبيعي ان احنا هنستعين اكيد بخبراء بحيث ان احنا نقدر يكون عندنا الاختيار دوت من اللعيبه اللي ممكن في المستقبل تمثل مصر ان شاء الله في المحافل الدوليه. انا اتفاجئت اصلا ان في 120 ملعب بالمناسبه، انا فاهم ان الموضوع لسه ما انتشرش للدرجه دي، فدي بدايه. والله انا فاكر يعني الموضوع اقل من كده بكتير، فدي بدايه كويسه جدا. مبدئيا كده الفاندنج او التمويل هتعتمدوا عليه من خلال الرعاه ولا من خلال التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، ولا يعني موارد الاتحاد هتكون جايه منين؟ دي نقطه. النقطه الثانيه فكره اكتشاف المواهب، يعني هل الناس لازم هي اللي تسمع او تشوف الرياضه فتبدي يعني الرغبه في ممارستها ويتواصلوا معاكم، ولا انتوا كمان زي كره القدم كده ممكن يبقى عندكم في وقت ما زي الكشافين اكتشاف مواهب زي ما انا كنت بقول له؟ انا ارد على طبعا الحته بتاعت اللي هي اكتشاف المواهب دي، انا زي ما قلت لحضرتك احنا النهارده الحاجه اللي بتخلينا نوعا ما مقيدين اللي هي حته عدد الملاعب ده. النهارده الملعب الواحد بيتكلف مبلغ وقدره، يعني مش مبلغ بسيط، فعشان نبدا نكتشف المواهب او هم يبداوا يمارسوا الرياضه لازم. مين بقى اللي بيتحملوا بالمناسبه؟ في طبعا شركات خاصه النهارده مشاريع، ان هي النهارده بالنسبه له هو ايراد كويس، فالنادي بتحط ملاعب بحيث زي ما اي رياضه بتبدا، ان انا بيحس ان في، سواء لو انا في نادي من النوادي المشهوره انا بحس ان الاعضاء عايزين يلعبوا الرياضه، فانا كمجلس اداره بتاخد قرار ان انا احط لهم ملاعب عشان اضيف يعني الرياضه دي في النادي عندي من ضمن الانشطه. سواء انا بكون نادي خاص بحس ان هو في ناس برضه عايزين يلعبوا وهي ليها واقع او عائد مادي كويس، فبحط الرياضه دي. اللي احنا بنسميهم اللي هو الفيرست موفرز، او اللي احنا بنتكلم الناس اللي هو زي ما البادل بدا في مصر عن طريق ملعب واحد اتحط، عن طريق شخص يعني برضه احب اذكره اللي هو احمد بيسود دي، اللي هو النهارده شركه من احد الشركات الكبيره، مش هقول اسمها عشان ما تفتكريش ان انا بعمل دعايه يعني. فحط الملعب ومن هناك بدات، فهي الفكره كلها بتبدا ان هو الفيرست انتشرت يعني بشكل لائق اقبال. بالظبط. الموارد الماليه احنا الحمد لله متكلمين مع رعاه معينين. انا عايز اقول لك ان كل الانجازات اللي عملناها، اللي هي سواء كاس عالم المكسيك او سواء الكورس او سواء البطوله، احنا برضو نظمنا اول بطوله دوليه
في قاره افريقيا، عملنا انجازات كتيره بدون ما نكلف الدوله. والانجازات دي كلها لسه الاتحاد كمان لم يؤسس بعد. بالظبط كده، وبدون ما نكلف الدوله جنيه واحد. جميل. ده كله عن طريق ناس بتحب الرياضه وباشنت ليها. لا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله، انتوا بادئين بدايه اكتر من قويه الحقيقه، فطبعا بالتالي متوقع ان انتوا تنشروا الرياضه اكتر في مصر وان شاء الله موفقين. ربنا يخليك، نورتنا يا باشمهندس ويا دكتور ويا كابتن. راجع بقى على اسكندريه على طول ولا يعني؟ لا بقى الواحد يعني يومين شغل كده هنا في القاهره. تنور القاهره ونرجع ان شاء الله. تنور القاهره زي ما نورتنا. واحنا لما نجي لك برضه يعني تورينا كده الاماكن الحلوه في اسكندريه. كريم بقى لي سنتين تقريبا، سنه ونص بقول له ما فيش. لا لا واكيد. بص على بص تهب بتطرطش تهب، ولا قالت لي ولا مره ولا الموضوع ده والله. بقول له دي اسكندريه دي جميله، هناخدك وحرواك الشتاء اللي فعلا مش كل الناس واخدين بالهم ان اسكندريه مشتى رائع اكتر من كده. هي مصيف طبعا. لو المره الجايه بقى نلتقي في ملعب بادل اكيد ان شاء الله. بجد نعمل ده والله، حتى ممكن ناخد الكاميرا ونصور هناك مع حضرتك. دي تبقى حاجه جميله يعني. نورتنا. انا بشكركم جدا، بشكركم ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل.